منين ما تروح ازدحامات، يعني هسه انا لازم سيارة من جسر الجادريه نصعد ما جسر الجادريه وراح تطلع في كم طاب، غير وين طالع كله قبل ودوام ماكو زين بهالحاله هاي، اذا جيت دوام شلون بالله يعني؟ عرقت صرت مي من فوق دي جوا، لا تبريد عندي لا صام، ما منا الازدحامات زين، يعني شو تسوي؟ الشوارع موجوده والشغل موجود والكادر موجود، الازدحامات على شنو؟ هذا الجسر مثل اليوم، هذا الجسر اللي يسوونه قبل لا يسوونه يسوون بديل حتى الناس تروح تقول يابا هذا اكو بديل، يكمل هذا المشروع ينقل على غير مشروع، بس مو واحد يفلش واحد والثاني يجي فوقه، ما يصير هيك هذا الحكي. العالم واقفه بالشارع، ليش واقفه؟ صارنا بالحر هاي العالم واقفه، العالم عندها مصالح وعندها مشاغل وعندها شغلات زين. انا بالسرعة كنت ساعة ونص لعبات الرسمية. غير شوارع سيارة الازدحام. ماكو حلول اليوم للازدحام. ماكو كل حد بالازدحام. ماكو ابد كل حد بالازدحام ماكو. لا ماكو حل. شنو حل؟ على اساس سووا الجسور وهاي كل فايدة ماكو. تضررتوا؟ ها؟ اي والله. شلون احكي لك؟ ازدحام ما تقدر تشتغل. تودي لك كروت تنام لك بيها ساعة ساعتين. شنو الفايدة؟ كم كروة ماخذ من الصبح؟ والله من الصبح لسه كروة واحدة.